بكلينيك اليوم معنا دكتور فادي حداد، أخصائي أمراض داخلية، واليوم رح نحكي عن مشاكل الأرق وقلة النوم. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك حكيم. يعني أول ما قلنا كان في شي كذا شخص هيك حوالينا قال يي أنا كمان هيك، يي أنا كمان هيك، يي أنا كمان هيك. شو هي مشاكل الأرق؟ أي متى بيكون عن جد في أرق، أو يمكن بيكون شغلة وعابرة وبتصير؟ أوكي، يعني هو حتى نعرف عن الأرق لازم في ثلاث اشياء مهمين. اول شيء اذا الشخص بيطول لينام، يعني بيروح على الفرشه وبياخذ اكثر من 30 دقيقه لينام، هيدا اول شغله. ثاني شغله هي اذا بنام بس بيرجع بيوعى بالليل، دونك بيوعى عده مرات، والوحده من الوعيات اكثر من ساعه. وثالث وحده هي اذا بيوعى بكير الصبح. دونك هو ثلاثه لهم علاقه بكير، يعني بالعرق. بكير كثير، 4-5 الصبح، 4-5 هو المفروض يوعى 7. دونك هودي كلهم لهم علاقه بالارق. في ناس عندهم مشكله بال بداية النوم بطولوا لحتى يناموا، وفي ناس مشكلتهم هن بيوعوا في نص النوم أو بكير بآخر النوم. وهون يمكن لازم ينحكى عن السايكل تبع النوم، دورة النوم، لحتى نفهم أكثر شو بيصير. بس قبل دكتور خليني أذكر المشاهدين أنه بيقدروا يتصلوا ويطرحوا أي سؤال لدكتور فادي حداد له علاقة بالأرق وعدم القدرة على النوم أو أي مشكل بالنوم. دكتور، يعني كل واحد ما نام امبارح فيه يتصل يلي ما نام امبارح، بس مش اللي كانوا سهرانين. يعني حكيم، دورة النوم، النوم نحن بنعرف انه بيمرق بمراحل عديدة، كيف هي مراحل النوم؟ اوكي، يعني اول شغله لازم نعرف انه كل سيكل نوم هو حوالي 90 دقيقة. لو نحن اذا بننام 7 او 8 ساعات، يعني عم نعمل تقريبا 5 سيكلات بالليل. كل سيكل 90 دقيقة، وكل سيكل مقسوم لشقفتين كبار. شقفة بنسميها نون ريم سليب، وشقفة بنسميها ريم. ريم يعني وقت بيصير بيحلم الواحد وبيتحرك عيونه بالليل بس. والنون ريم في بارتي منه هو نوم كمان غميق. وهيدا النوم الغميق هو جدا ضروري، لانه هو هيدا اللي بيرجع بنسميه بشرج. اوكي، ريستوراتيف سليب، بيرجع بشرج الجسم. وهلا في دراسات جديده طلعت هالسنه بال 2014 بتقول حتى تنظيف الدماغ، لان هالخليه بالنتيجه بتطلع مواد مش كتير منيحه، تنظيفها بيصير بهالفتره بالليل. يعني منشان هيك هالفترة بالليل مهم انه نحترمها. وبالنسبة للتلاميذ الجامعات والى اخره، كمان مهم يكون عندهم فترة ريم سليب يقدروا يكون فيها هالفترة النوم لحتى يقدروا يستوعبوا ويحفظوا اكثر. دونك منشان هيك النوم كثير مهم. النوم كثير مهم لعدة اشياء، مع انه بنقضي ثلث حياتنا بالنوم، واوقات كثير ما بنعرف ليش. هي مهمة انه فترة النوم. وامراض كثير بتنتج عن هالموضوع رح نحكي كمان عن اليوم. معنا اتصال من جاكلين. الو. الو، بونجور حكيم. بونجور، اهلا جاكلين، تفضلي. كيفك حكيم؟ ماشي الحال. انا حكيم صار لي مده مش عم بقدر نام. نعم. اوكي، انت جاكلين عندك مشكله تتبلش النوم، او مشكلتك انه بتوعي الصبح؟ تبلش النوم مظبوط، يعني بتاخذ الوقت، اوقات ضل الساعه وحده ما عم بقدر نام. اوكي، يعني انت قبل ما يعني بس تروحي لتنامي بتاخذ معك اكثر من ساعه لحتى تنامي؟ نعم نعم. اوكي، انت قبل بس سؤالين هيك سريعين. اول شيء قبل ما تنامي، لنقول انت فتي لحتى تنامي الساعه 11، من ال 9 لل 11 شو بتكوني عم تعملي؟ بتحضري اخبار؟ بكون على التي في مثلا، بعدين بروح على الفرشه. مش عم بقدر نام، لا ياخذ حبه ستيلنوكس لا اقدر نام. اوكي، دونك انت يعني بس اللي بهمني انه اعرف انه قبل النوم تعملي اشياء، او تكوني عم تحركي جسمك، او عم تحضري. اوكي، بتكون عم تحضري ام تي في، بس عم تحضري شيء فيلم مثلا اورور؟ لا لا، على التي في انه بروجرام عادي، يعني ما في يعني بروجرام هيك بيرخيكي، بروجرام بيروقك، يعني مش اكيد, أكيد. ما بتكوني. اوكي، هيدي اشياء مهمه، يعني اللي عم تحكي عنه انه مهم نحترم شيء بنسميه الايجيان تبع النوم. يعني قبل ما ننام بالفعل نكون عم نعمل اكتيفيتي تكون رايقه، ريلاكساسيون شوي بتزهق حتى. لحتى بس انت اذا فتي تتنامي وما قطع، يعني ام تي في على ام تي في مختصر، ايه انه شيء 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 يكون اوكي. دكتور، يعني رحت طبعا حالي يمكن حاله من الحالات الموجوده، رح نجرب نجاوب جاكلين كمان بالحلول بالاخر. ايضا كنا عم نحكي عن مراحل النوم، وانه كل انسان بحاجه لهالنوم العميق، واذا ما كان في هالنوم العميق شو بيصير؟ اوكي، يعني في كونسيكونس لقله النوم. اول شغله بتاثر على الحاله النفسيه. اوقات كثير بنفكر انه الكآبه او حاله القلق هي بتسبب ارق بالليل، وهذا الشيء مظبوط، يعني واحد من العوارض. بس كمان بالقلب صحيح،
يعني إذا عندنا كمان أرق هل شيء في زيد مشاكل الكآبة والقلق خلال النهار؟ نعم. يعني القلق يعني بسبب أرق والأرق بيتعلقوا ببعض. أكيد بيتعلقوا بعضهم. قبل كنا نقول بمجرد ما نعالج الكآبة بتنحل قصة القلق، هالشيء مش مزبوط. بدك تعالج الكآبة بدك تعالج القلق كمان بحد ذاته، وهيدي الشغلة يلي كتير مهمة. نعم. تاني شغلة بتأثر على الصحة، يعني بنعمل دراسات كتير فرجت إنه الناس يلي بيقلقوا معرضين إنه يعملوا مشاكل ضغط ومشاكل قلب أكثر من غيرهم. نعم. وثالث شغله يلي دارجه عندنا هي حوادث السير على الاوتوستراد. حوادث السير على الاوتوستراد بقسم كبير منهم 30 او 40% منهم لهم علاقه بمشاكل النوم، مشاكل النوم كان ارق او غير ارق، في عده مشاكل بالنوم فيها تسبب حوادث. مشاكل التركيز والتعلم ان كان لطلاب الجامعات او لطلاب المدارس او بالشغل. اكيد هيدي شغله كثير مهمه، يعني اذا ما احترمنا نحن فترات ساعات معينه من النوم، ثاني نهار الطبع تبعنا بيتغير، التركيز تبعنا بخف. معروف اذا بضلك دجا اذا بس بقيت 18 ساعه من دون نوم، يعني اكثريتنا بنعملها 18 ساعه منا شيء كثير، بتصير كانه انت صرت شربانه 3 كاسات كحول تقريبا. يعني الكونسنتراسيون تبعك بتخف. نعم. بتصير تلاحظ انك عم تقري المقطع 3 مرات لحتى تفهمي والى اخره. نعم. عشان هيك فتره النوم هي فتره بدنا نجرب نحافظ عليها. نعم. وما فينا نقول يعني هاي في مسكونسبشن، ما فينا نقول انه اوكي كل الجمعه بسهر وكذا بس بعود بالويك اند او بالقلب بعود بغير ايام، ما في شيء بنعوده، اللي بتخسري بتخسري. اها، وحتى للتلاميذ يلي بيسهروا كثير بالويك اند بيقولوا خلص بكره بنبلش من اول الجمعه بنرجع منين، بيكونوا صار عندهم نقص بالنوم. ولما بنقول ساعات نوم كافيه يعني حسب كل عمر قد ايه؟ اوكي مزبوط، سؤال كثير حلو. احنا الصغار بناموا كثير، بنعرف انه البيبي بنام كثير، حتى في ناس بيقولوا انه انا بروح بنام مثل البيبي. على الارجح ما عندهم بيبي لانه البيبي اللي عندنا ما بينام، بس انه البيبيات صحيح ما بيناموا بس انه هيدي عاده بيقولوا بنام نومه حلو مثل البيبي يعني انه بس هي الفكره انه بس نكبر بالعمر بتخف حاجاتنا لساعات النوم. يعني الشخص فوق الستين بيصير فيه نام مثلا 6 ساعات، فوق ال70 بيصير فيه نام 5 ساعات مثلا. انما بس معدل هو بين 7 و8 ساعات، هيدي الفتره الايديال للنوم للشخص الناضج. انما عم نحكي اذا عم نحكي للاصغر من 18 سنه لازم تكون لحديد 10 ساعات. اوكي لحديد 12 سنه لازم نوصل لل10 ساعات. اكيد. نعم. بين 12 و18 بنصير بين 8 و10. نعم. وبعدين بتصير 7 8. 7 8 ساعات كافيين، ولكن هال 7 8 ساعات ما يكونوا يمكن مقطعشين او ما يكون فيهم ارق. ما يكون فيهم ارق. رح نحكي كمان عن هالموضوع ونفصله ونشوف الحلول لهالمشكله، انما بعد هالوقفه. دكتور فادي حداد معنا اليوم بكلينيك، موضوعنا هو مشاكل الأرق وعدم القدرة على النوم. معنا اتصال من ماجدة. ألو. ألو ماجدة، صباح الخير. ألو صباح الخير. أهلا وسهلا فيك حبيبتي. أحكي معك. تفضلي، عم يسمعك. بدي أحكي مع الحكيم. حكيم كيفك؟ يعطيك العافية. علي عافيك. بدي أسألك إنه أنا عم بيصير معي يعني أوقات بسهر أكتر، يعني بكون أنا عادة يعني نام على 10 11، يعني تصور إنه بسهر بقول عشان هلأ ما عم بقدر نام بالليل، يعني برجع بفيق الساعة ساعتين ثلاثة، يعني أوقات بفيق أكتر من مرة بالليل. ما بعرف شو عم بيصير معي، يعني إلي شو شهرين، أنا مواليد 72 حكيم، إنه هيدا طبيعي أو كون فايتي بالإرهاق أو ما بعرف. رح نجرب نجاوبك على سؤالك ماجدة. على كل بدنا نبلش بالحلول حكيم، بس هي يعني هذا الشيء منه طبيعي، لأنه عم توعى عدة مرات بالليل، يعني هي عم تعمل حالة أرق، يعني عم تعمل انسومني بالليل. وأكيد هذا الشيء في له سبب وفي له مثل ما قلنا كونسيكونس بالنتيجة تاني نهار. دونك لازم نجرب نحل السبب. أوقات الناس اللي بيوعوا عدة مرات بالليل أو بيوعوا الصبح فيكون عندهم واحدة من المسببات هي الكآبة، يعني واحدة من عوارض الكآبة إنه يوعوا عدة مرات بالليل، فيها تكون هيك، وفيها تكون غير أشياء. مثلا أي متى آخر مرة بتشرب فيها كافيين؟ هي إذا بعد 3 الكافيين بتضل بالجسم حوالي 7 8 ساعات، يعني الدومي في تبعها. فممكن إذا بتشرب فنجان واحد يعني 100 ملي جرام
نعم. اذا بتشرب فنجانين يعني 200 ملي جرام هول نعم. بضلهم ساعات وفيهم ياثروا بالليل على على النوم. دونك هودي اشياء كثير لازم ننتبه لهم مثل ما قلنا قبل بشوي بال... كم مره بالنهار بحق لنا ناخذ كافيين حكيم؟ عند الاشخاص اللي عندهم قلق بالليل ما لازم بعد الساعه 3 فيهم ياخذوا قبل النهار قد ما بدهم 4-5 فنجين بالنهار. فرجت الدراسات انه الكافيين عندها فوائد كثيره من ماده منيحه الكافيين نعم. بس ما تكون بعد الساعه 3 بعد الظهر. غير شيء ممكن نتفاديه لحتى نقدر يكون عندنا نوم أهنا. عند الشباب الريد بول بيأثر في سبب مشروبات الطاقة وفي بعض الأدوية يعني مثلا الكورتيزون مستحب يتاخد الصبح مش بالمساء لأنه بيعمل قلق. في بعض أدوية الضغط الأفضل تتاخد الصبح مش المساء لأنه بتعمل حالة قلق. وكمان مشان المدام لازم ترجع تشوف إذا هي عم تاخد أدوية معقولة تسبب قلق بالليل. وبطريقة العيش حكيم وقت كنا عم نحكي عن حلول في جزئين من الحلول لاحظت أنه الأكثرية بالأسئلة تبعهم نطوا على الأدوية مظبوط. هو ممكن الأدوية هي شقفة من العلاج بس ما فيها تكون كل العلاج. في شيء بنسميه behavioral therapy يعني طريقة تصرف مع الأدوية. هلا الأفانتاج بالأدوية أنه بيشتغلوا بسرعة يعني بتاخذ الدواء بعد شوي بتنامي دوم مش هناك الناس بتحب تروح على الحل السريع بس الحل السريع بيروح مع توقيف الدواء كمان دوم مش هناك الأفضل وقت الشخص عنده قلق أرق مزمن يعني بتعدى الشهر صار له فترة يعني عم بيقلق يعني صار عنده مرض الأرق الأفضل إنه نستعمل behavioral therapy كمان مع الأدوية يعني نفسره لهذا الشخص شو لازم يعمل قبل بساعة مما ينام الأكتيفيتي اللي لازم يعملها الغرفة النوم هي فقط للنوم مش بغرفة النوم لازم يكون داية التلفزيون هيدي أكبر غلطة بيعملوها وقت حط التلفزيون بقوت النوم هو التلفزيون لازم يكون معمول إذا شخص مريض بده يحضر تلفزيون أوكي بس بالليل ما لازم يكون في تلفزيون بقوت يعني الصال يعني غرفة شو النوم شو الأشياء كمان اللي ممكن نتفادي هيك سريعا قبل ما نختم حكيم قبل ما ننام كمان كل سبور فوالا دونك منيح تعمل سبور منيح تعمل سبور بس بده يكون ساعتين بعيد عن النوم نعم يعني إذا بدك تعمل سبور قبل ما تنامي رح تقلقي حتما درس لا فيك تدرس لأنه القراية هي من القراءة ريلاكساسيون يعني عادة القراية فيها يعني بشكل عام هيك جربنا نبسط اليوم الموضوع حكيم أنه نتفادى الأشياء اللي بتخلي الأدرينالين يشتغل أكثر بالجسم الأشياء اللي فيها كافيين نتفادى ناكلها وبعض الأدوية نسأل قبل ما ناخذها قد ممكن تكون مضرة ونجرب نتفادى قد ما فينا أدوية اللي بتنوم المنوم مش نتفادى يعني فيها نستعمل بعض الأدوية لحتى نقدر ننام فيها نستعمل أدوية لحتى ما نوعى بالليل بس نستعملهم بأقل دوز ممكنة وأقل فترة ممكنة مع الطبيب مع الطبيب. شكرا لك دكتور فاتي حداد أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح ناخد وقفة قصيرة ومن بعدها منكون مع آخر محطة لواتس أنا ام تي في انترونا.